يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم من قطع صلاة إنسان وهو لا يدري؟ كيف يقطع؟ ما يقطع الصلاة، لكن يأثم إذا مر أو ما يأثم، هذا محل البحث. الصلاة ما تقطع على الصحيح، ما تقطع، خصوصا الرجل ما يقطع الصلاة، إنما الخلاف ما جاء في الحديث المرأة والكلب والحمار، وهل قطع هذه الثلاث قطع حسي يعني حقيقي أو معنوي؟ خلاف بين العلماء، والراجح أنه ما هو قطع حقيقي، إنما هو قطع معنوي، بمعنى أنها تنقص الثواب. نعم.